الأخبار والثقافية من قناة الجزائرية الدولية، أهلا بكم. انطلقت أمسية البارحة فعالية أسبوع الفيلم القصير بسينماتيك الجزائر العاصمة، التي تعرض على مدار 7 أيام كاملة في مختلف قاعات السينما عبر عديد ولايات الوطن. الفعالية شهدت حضور عشاق السينما، حيث تم عرض فيلم بوملا للمخرج الشاب محمد يزيد يطو وفيلم طفل الجزائر للمخرج حكيم تريدية. للتذكير، فإن أسبوع الفيلم القصير سيشهد عرض 6 أفلام قصيرة جزائرية، من بينها شبشاق ماريكان للمخرجة أمال بليدي، إلى جانب فيلم وينا للمخرج أرزقي وفيلم الوالدين للمخرج لمعوشي خلاف وفيلم سيعود للمخرج يوسف محساس. هذه القاعة هي الوعاء اللي يحوي السينما وكل المبادرات الثقافية والسينمائية في الجزائر. الأسبوع الفيلم القصير يعني سينطلق أو انطلق اليوم 1 ديسمبر وسيستمر إلى غاية 7 ديسمبر القادم، بمعدل عرضين أو فيلمين في اليوم، يعني يوميا يكون فيه فيلمين. هذا العنوان يعني الغيزوم واحد لا سوبرستيسيون، وهذيك لا سوبرستيسيون سيتي دي زاكتور دراري صغار اللي كانوا يحكيو على واحد الطريقه لازم يستعملوها، باسكو اللي يشوفوا الفيلم يفهموا باللي نهار الدراري هادوك داروا هذيك لا سوبرستيسيون المعلمه تاعهم ما جاتش. دونك ا بارتير دو لا هذيك لا سوبرستيسيون ال ريزوم بوملا، اي بوملا فو دير فوالا سي اون كومبوزيسيون انتر بولا اي نملا، سا دوني بوملا اي سا ريست يونيفرسيل. يا بليزيور سوجي دون لو فيلم، سا بارل دو ليكولوجي دو ليدوكاسيون، سا بارل de la société, du drame, des gosses, etc. etc. À propos du film Boumla, j'ai quand pour moi une aventure, parce que dans le village, j'ai mené bzaf, même le rôle qu'il a joué, quand pour moi, je suis assez fatigué, l'interprétation تاعها خدمت عليها بزاف، خدمت عليها مع المخرج وخدمت عليها وحدي. Expérience chabba, même le réa Yazid il est magnifique, même l'équipe qui خدمت معاها. وإلى السيناريو، حيث يعتبر السيناريو الحلقة الأساسية والمهمة في الأعمال الفنية، يترجم من خلالها الكاتب أفكاره في شكل رؤى سينمائية أو مسرحية لتصل إلى المخرج فالممثل، إلا أن في الجزائر نجد كتابة السيناريو تكاد تكون قليلة جدا. تفاصيل أكثر في هذا الموضوع. تما نروح للصحراء مع هذاك المريض. في الوقت الذي يتنافس فيه كتاب السيناريو في العالم لطرح مختلف القصص والروايات في قالب سينمائي، ويسقط من خلالها كاتب السيناريو رؤيته الفنية وتحليلاته لتصل إلى المخرج، حيث يضفي عليها تركيبات إخراجية بما يتلائم ونظرته الإبداعية. نجد في الجزائر الكثير ممن يشتكي من قلة السيناريوهات المقدمة لاعتلاء منصة السينما، إلا أن الغالب من السيناريوهات نجدها فقط في المسلسلات الاجتماعية. فلأي سبب يرجع هذا؟ للمخرج أو المنتج الذي يتبنى المسلسل أو الفيلم؟ في الإنتاج عندنا منتجين هما أصلاً يعني عطاوهم فرصة وهما أصلاً ما عندهمش إمكانيات في التسيير، دونك هذا هو المشكل اللي خلى السيناريست ما يكونوش اصلا، او لقله كتاب السيناريو. احنا ما نقولوش ضعف في السيناريو، ولكن هناك قله، عندنا قله في السيناريوهات. هنا في الجزائر ما عندناش معاهد او مدرسه لتعليم في كتابه السيناريو، حتى في الجامعات في كليه الاداب والفنون ما الاساتذه لا يعطونا محاضرات للطلبه في فن كتابه السيناريو، يعني بصفه عامه غياب التكوين.
أنا شخصيا كمبتدئة في كتابة السيناريو تعلمت من خلال الكتابة والقراءة. في مجال صناعة الأفلام والمسلسلات في الجزائر نجد تداخل المهام التي تجعل من المخرج كاتبا للسيناريو، مما يفسر غياب الكتاب المحترفين. هذا ما أدى بالمخرجين إلى تحمل عبء السيناريو زيادة على المهام المسندة إليهم وإدارة التصوير. فكيف يكون السيناريو صناعة في الجزائر؟ ولتفاصيل أكثر حول الموضوع ينضم إلينا السيناريست رابح ظريف من ولاية المسيلة. أهلا وسهلا بك سيدي. في البداية اتركني أسألك سؤال حول السيناريو والأعمال. هل يمكن أن ننتقد اليوم السيناريوهات المقدمة في الساحة الجزائرية؟ أجدني دائما مضطرا إلى الحديث في هذا الموضوع من وجهة نظر ذاتية إلى حد ما، يعني أحاول أن أستغني عما يقوله النقد هذا اللي ربما لا يعنيني في كثير من الأحيان، يعني صراحة. فأنا أؤمن مثلا أن الفنون دائما كانت سابقة للنقد، النقد جاء فيما بعد، النقد جاء ليفسر الفن، النقد جاء ليحاول أن يؤطر الفن، وبالتالي فالفن موجود في كل واحد منا، فقط يعني نبحث عليه ونعيش الحياة وبكل تناقضاتها، والأكيد أننا سنجد أنفسنا في كل أنواع الفنون. في رأيك سيد رابح ظريف، هل هناك شروط يجب أن تتوفر لكتابة السيناريو في السيناريست خاصة؟ الانطلاق من وجهة نظر ذاتية، نتكلم على السيناريو، عن أي سيناريو نتحدث في الأساس في الجزائر بصفة عامة، هل وعن أي سيناريست أيضا نتحدث؟ هل نتحدث عن ممتهن حرفة يجيد عملا تقنيا فقط، في النهاية يضطر إلى قراءة عشرات الجرائد والصحف ومتابعة الأخبار، خاصة أخبار الجريمة، ليعثر على فكرة، قناص أفكار مثلا، ثم يحول هذا الفكرة إلى سيناريو؟ هل السيناريو هو موهبة فقط؟ هل نستطيع أن نقول على الإنسان الهاوي والكاتب الهاوي أن نعتبره سيناريست، أم هناك شروط معينة؟ أعتقد مسبقا أنه لا يمكن أن يقدم هذا الكاتب إضافات كبيرة للسينما، لأن في النهاية هذا عمل تقني يفتقر الإبداع، يحتاج دعما ثانيا وثالثا دعما رابعا حتى يصل السيناريو الذي بين يديه كفكرة إلى نسخته النهائية كعمل قابل للتنفيذ. في العملية السينمائية التي هو أساسها، في الأساس تتحول بعد ذلك إلى عملية تجارية بحتة. في هذه الحالة أعتقد أن قانون السوق هو الذي يحكم عليها، واللي يحكم عليها المختصون والنقاد. هذا النوع من السيناريو يحتاج إلى اجتماع جهود كثيرة من أجل أن يصل السيناريو إلى شكله النهائي. هذا النوع من نتكلم عليه الأول. هل نتحدث على نوع آخر؟ ما علاقة سيد رابح ظريف السيناريست، ما علاقة الأمور التقنية بكتابة السيناريو؟ هل المخرج ينقص في العمل في كتابة في السيناريو الذي يقدمه السيناريست، أم يضيف؟ هل نتحدث على نوع آخر من السيناريو يجمع ما بين الابتكار والتحكم في التقنية، بين الإبداع الحقيقي مثلا والسرد المثالي؟ سيناريو يكون كاتبه مثلا روائي كبير، نتحدث على هذا الأمر، وقائع سنين الجمر اشتغل عليها طرفان مهمان، روائي كبير اللي هو رشيد بوجدرة، وكذلك الفنان والمخرج الكبير محمد الأخضر حمينة. لذلك العمل ناجح، وراء فن، وراء إبداع، لا يوجد وراء عمل تقني فقط. في رأيك سيد رابح ظريف، من له الحق في كتابة السيناريو؟ ثم هل للسيناريو دور كبير في إنجاح العمل والإنتاج الفني؟ سيناريو يكتبه كاتب حقيقي، مثلا روائي كبير، شاعر كبير،
أعتقد أن هذا النوع من السيناريو يكاد يكون مفقود مش فقط في الساحة الوطنية إنما في الساحة الدولية عموما. يعني هذا قليل جدا يعني, وأغلب الأعمال, مش هنذكر أمثلة, ولكن أغلب الأعمال اللي كانت سينمائية اللي كان وراءها سيناريست وروائي هي الأعمال الناجحة. السيد رابح ظريف سيناريست, شكرا لك, كنت معنا من ولاية المسيلة عبر قناة الجزائر الدولية, شكرا لك. وإلى فعاليات المعرض, حيث انطلقت فعالية المعرض البينالي الدولي للنقش في دورته 20 بمدينة سارسيل الفرنسية والمستمرة إلى غاية 12 ديسمبر الجاري. التظاهرة تعرف مشاركة أزيد من 250 فنانا تشكيليا من 43 دولة, كما سيتم عرض أزيد من 450 عملا فنيا. وتم بالمناسبة اختيار الفنان التشكيلي الجزائري رشيد قريشي ضمن هذه الفعالية كضيف شرف, حيث يعرض 19 عملا جديدا من مجموعته بعنوان حديقة إفريقيا الممزوجة بين الخط العربي والنحت وكذا الحفري الفني. نبقى دائما في المعارض, حيث ينظم أقول المركز الثقافي الجزائري بباريس معرضا للصور واللوحات التشكيلية للراحل الأديب الكبير محمد ديب ابتداء من 3 ديسمبر الجاري وإلى غاية 29 جانفي 2022. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تحت شعار محمد ديب والفن, وأحياء للذكرى المئوية للروائي والأب الروحي للأدب الجزائري محمد ديب, يحتضن المركز الثقافي الجزائري بباريس ابتداء من 3 من شهر الجاري إلى غاية 29 من شهر جانفي المقبل معرضا فنيا للصور واللوحات التشكيلية. المعرض من المنتظر أن تحضره الجمعية الدولية لأصحاب الأديب, وفنانون استلهموا أعمالهم من إنجازات الراحل محمد ديب على غرار فيليب عمروش ومحمد خدة, للوقوف على لوحات تشكيلية ومجموعة من الصور, إضافة إلى زخمه السينمائي مسلسل الحريق, هذا الأخير الذي يبرز التهميش والحرمان الذي عاشه الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير. يعاونيني نبدلوا الماما اليوم قاعد نغسل الحوايج, مش بك مخلوعة, رجعوا الحوايج يجيوك صعب الغسيل, نوضي عاونيني انت. المعرض أبرز شغف الراحل وحبه للتصوير الفوتوغرافي من خلال صوره الفوتوغرافية بمسقط رأسه تلمسان, إضافة إلى صور أخرى بالوطن العربي الذي ينبع منها عبق الفن والذوق الذي لا حدود له. نبقى دائما في العرض, حيث يقام مزاد علني ضخم هذا الأسبوع في بيفرلي هيلز على عدد من القطع التي سبق أن استخدمت في الأفلام الهوليوودية, منها زي جون ترافولتا في باب فيكشن ولوح ركوب الأمواج الذي استخدمه باتريك سوايزي في بوينتك بريك, والسيف أقول الضوئي لليام نيسون في ذي فونتون ميناس. ويضم المعرض الذي تقيمه دار جوليانز أوكشنز المتخصصة الخميس والجمعة بقرب من لوس أنجلوس أكثر من 1200 قطعة مرتبطة بأفلام بارزة بينها باتمان وباك تو ذا فيوتشر وغيرها. اختتمت أمس فعالية مهرجان في صحراء الدولي للفيلم بمدينة أسردي بمخيمات اللاجئين الصحراويين الذي امتد على مدار 4 أيام. الدورة تضمنت عروضا لعدة أفلام تتناول القضية الصحراوية
والكفاح الصحراوي برؤية فنية سينمائية، كما تم عرض فيلم المثالي للمخرج الفلسطيني هاني أبو سعد وفيلم الألغام للمخرجين كارلا كاليت وسي باستيان. الدورة هذه السنة أراد من خلالها المنظمون إظهار خصوصيات الثقافة الصحراوية وإبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية للشعب الصحراوي، وكذا تسليط الضوء على التجربة الصحراوية الفريدة في مقاومة الاحتلال. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا وزير الثقافة الصحراوي عبر الهاتف من مخيمات اللاجئين من تندوف. أقول صباح الخير سيدي، مرحبا أهلا وسهلا بك عبر قناة الجزائر الدولية. أهلا وسهلا بكم ومرحبا وشكرا وتحياتي لكل مستمعيكم. اليوم هو اختتام المهرجان الدولي للصحراء الغربية. أقول كلمنا عن كل ما حصل وعن كل الأفلام المشاركة أيضا في المخيم. شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم، وتحية لهم وتحية للشعب الجزائري من خلالكم حكومة وشعبا وطيافة سياسية وأحزاب إلى آخره. مشكورين. نحن اليوم اختتمنا المهرجان الدولي للسينما في الصحراء الغربية في طبعته 16، والتي كان يجب أن تكون في الطبعة 17، إلا أن السنة الماضية لم يتم تنظيمه نتيجة لجائحة كورونا كوفيد-19 طبعا، ولهذا تم يعني حذف طبعة من الطبعة 16. هذه تم تنظيمها بداخل مخيمات اللاجئين هنا، مرفوق كذلك بمخيم يعني مهرجان ثقافي وضعت فيه مسابقات يعني مركزية بين الولايات، ومسابقة كذلك في الميدان الثقافي على مستوى ولايات أوسرد التي تم تنظيم المهرجان بها. هذا المهرجان السينمائي العالمي أو الدولي عفوا تم التنظيم طبعا من هنا في مخيمات اللاجئين، تم كذلك جزء من هذه الطبعة بمدريد إن شاء الله في الفترة ما بين 15-17 الشهر القادم بحول الله، تكريما للسيدة والداعمة للشعب الصحراوي الممثلة القديرة بيلار، وسيشارك فيه ايضا عدد كبير جدا من السينمائيين العالميين ومن الممثلين العالميين والسينمائيين والمخرجين الى اخره. المهم هذه الطبعه في مخيمات اللاجئين تم فيها عرض جمله من الافلام السينمائيه، منها ما هو وطني داخلي هنا تم اعداده وانجازه واخراجه وتمثيله من طرف الصحراويين من خلال خريجي المدرسه الوطنيه للسينما الصحراويه، وكذلك تم عرض بعض الافلام الاخرى وخاصه فيلم الألغام وفيلم هناك أيضا أو الطائر هذا هناك أيضا المشاركة الفلسطينية. أعتقد هذه مشاركة فلسطينية طبعا من مخرج فلسطيني جزاه الله خيرا عنا. هذا الفيلم يعني بما يعني ينطبق ما ينطبق علينا في مخيمات العزة والكرامة طبعا في تندوف، ينطبق كذلك على الشعب الفلسطيني المكلوم في فلسطين. تم عرضه كذلك وحراب الجائزة الأولى طبعا في من خلال التحكيم الوطني اللي تم خلال يعني لو تم تكريمه يعني في المهرجان. ثم كذلك تمت مسابقة بين الأفلام الصحراوية بمخيمات اللاجئين وتم فوز لها أفلام بالجائزة الأولى في هذا العرض في السينمائي. السيد غوث مأموني، في رأيك ما دور السينما في تحرير الشعوب؟ هل هناك دور كبير تقوم به السينما؟ الشعوب التي تخوض نضالاتها وكفاحها تخوض على أوجه مختلفة، والسينما رغم حداثته على الشعب الصحراوي هو سلاح آخر ذا أهمية بالغة في إيصال يعني مطالب الشعب وحقوقه وتميزه الثقافي، وكذلك ما يتعرض له الشعوب المظلومة والشعوب من انتهاكات حقوق الإنسان ومن انتهاكات يعني ومن نحب خيراتها إلى آخره، يمكن أن تصله إلى العالم من خلال السينما. فالسينما هذا السابع هو يعني رغم حدثه على المجتمع الصحراوي فهو سلاح آخر يعني قدم مجهودا كبيرا في إيصال كلمة الشعب الصحراوي إلى العالم، بحيث أننا شاركنا في عدة منافسات دولية هذا العام عام 2021 من خلال فوز أحد الأفلام بعنوان البحث عن التفاس، وهذا الفيلم يعني من إعداد صحراوي وإخراج صحراوي ويمثل يعني صمود الشعب الصحراوي واستمراره في الكفاح، وتم فوزه في مسابقة دولية
في منظمتها يعني الأوروغواي، المدرسة السينمائية الأوروغواية، شاركت فيها أكثر يعني حوالي 32 دولة من بينها يعني الدول العريقة في الإخراج السينمائي. في سؤال برضه. و36 فيلم قصير، وتم فوزنا يعني بالدرجة الأولى في هذه في هذه المسابقة الدولية. نظن عنه يعني في الصيف الماضي. سيد غوث المأموني، في مشاركة المرأة أيضا صحراوية في هذه الدورة السينمائية؟ لا، يعني المرأة الصحراوية حاضرة في كل شيء، إن لم تكن هي قطب الرحى في كافة الأنشطة السياسية والثقافية مخيمات اللاجئين الصحراويين، وفي الإدارة الوطنية والتعليم والصحة، بالإضافة كذلك هي يعني لها مشاركة واسعة في مجال السينمائي من خلال التمثيل الممثلات ومن خلال يعني التصوير والإنتاج إلى آخره، يعني متقدمة جدا في هذا المحور، رغم أنها رغم أنه يعني محور جديد على المجتمع الصحراوي لم يكن يعرفه سابقا. سيد غوث المأموني وزير الثقافة الصحراوية، كنت معنا عبر الهاتف من مخيمات اللاجئين بتندوف، أقول شكرا لك. شكرا لكم. مرحبا. وإلى المحافظة السامية للأمازيغية، حيث أصدرت هذه الأخيرة مجموعة أشعار غنائية بالمتغير اللغوي كورنجي من تأليف وإشراف فني لمصطفى مخلوفي، وهو لسان محلي مزيج من أمازيغية المحلية وتراكم لمفردات عربية واللغة النيلية الصحراوية السونغاي المتداول غرب إفريقيا. بحسب بيان للمحافظة السامية للأمازيغية، فإن هذا المتغير اللغوي كانت قد أدرجته منظمة اليونسكو ضمن قائمة اللغات المهددة بالانقراض، وينحصر تداوله حاليا في قرى كوارا وإفرينو ويامي المتاخمة لواحة تبلبالة بولاية بني عباس جنوب غربي الجزائر. يندرج العمل ضمن مهام المحافظة السامية للأمازيغية لإعادة الاعتبار للأمازيغية وترقية ثقافتها ولغتها. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الأخبار الثقافية لنهار اليوم. نشكركم على المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.